عايزين شاي ام حسن يا عم. ايه شاي ام حسن؟ شاي ام حسن ايه شاي ام حسن؟ في شاي جديد نزل اسمه ام حسن؟ شاي ام حسن جديد. ادي المكان جابه في الفيلم بتاعه. انا الطلبات انا ما اعرف، ما اعرف شاي في العالم كله اسمه شاي ام حسن، ما فيش الكلام ده يا ابني. لا يا عم في شاي جديد طلع. يا عم انت بتجيبه منين؟ الفيلم مين اللي جابه؟ فيلم عادل امام كان جايبه. فيلم عادل امام كان عامل فيلم ام حسن. اسمه متسول. لا مش المتسول، مش اللي هو بتاع مرات خان ده. مرات خان عايز شاي. عايز شوي وسطك يا مرات خان. موت بذمتك راح لقى في شاي ام حسن؟ راح جاب شاي ام حسن. يا عم ما بلاش قتلات، ما فيش شاي ام حسن. الراجل بتاع المحل اداله باكل شاي احمر. يا عم ده كان شاي العروسه. لا لا لا, لا. عليا الطلبات ما فيش شاي اسمه شاي ام حسن. يا عم ده زرده اللي هي زرده ام حسن. نعم؟ بشرب زرده اللي هي زرده ام حسن. يعني في شاي ام حسن؟ انت عارفه بيتباع فين؟ في المحل. روح هاته. مش في شام محسن؟ يعني هتروح تجيبه تيجي؟ روح هاته اتفضل. ماشي يا باشا. لو لقيته بافكارك اللي منقلب ست، قول يا راجل، قول يا راجل افكارك اللي بتجيبها منين ده انا مش عارف.